معظم الناس تعرف الطريق الصح من الطريق الخطأ، عشان كذا اللي يمشي في الطريق الخطأ لابد ما يبرر نفسه ويخدعها إنه على صح، بس في لحظات يتعب فيها المخطئ بالمكابرة والمغالطة، وهذا اللي أشعر به. صراع مع الذات من أجل البقاء. قلبي راضي عليك يا بني، الدنيا وآخرها وآخرها وآخرها. هل يقبله المجتمع؟ عمار، عيون عمار، عمار شفيبك؟ مش كنت تكلم دحين؟ أم أن الحب لن يصنع المعجزات شنقتها وسيجبره الواقع على الاستسلام؟